يقول: أسأل عن الدماء أو الدم الذي ينزل من المرأة في فترة الحمل الأولى، هل يجب الوضوء فقط منها أم يجب الغسل؟ الغالب أن الحائض وما حصل وما ظهر منها من دم فهو دم فساد، لا يجب الغسل ولا يحرم الصلاة ولا تمتع زوجها بها بجماع أو غيره، فحكمها حكم الطاهرات، لكنها تتوضأ إذا دخل الوقت، إذا تتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها وتحفظت ثم صلى، وتصلي فروضا ونوافل حتى يدخل وقت العصر، فإذا دخل وقت العصر جددت العملية مرة أخرى، وهكذا تجددها لوقت كل سنة. وتذكر بأنها حامل في الشهر الثاني، حصل لها نزيف استمر لمدة 5 أيام، وقد سألت الطبيبة هل هذه الأيام في حكم الحيض أم الاستحاضة أم النفاس، فقالت لها الطبيبة بأن ذلك في حكم الحيض، فتركت الصلاة في ذلك الوقت. ثم في الشهر الثالث حدث معها نزيف آخر استمر 12 يوم وقد تركت فيه الصلاة أيضا، وسؤالها تقول: ما حكم هذا النزيف، هل هو حيض أم استحاضة أم نفاس، وما حكم تركي للصلاة فيه، وهل علي إعادة وإثم في ذلك؟ الحيض الدم الذي يأتي للنفساء ليس دم حيض ولا دم استحاضة ولا دم نفاس، بل هو دم عرق، دم فساد، لا تترك من أجل الصلاة ولا الصيام في رمضان، ولا يتجنبها زوجها إلا إذا جاء قبل الولادة بيوم أو يومين مع الطلق فهو نفاس، أو صار مستمرا على عادته الأولى في أوائل الحمل فهو حيض. وهذه المرأة التي استأثرت الطبيبة أخطأت، لأن الطبيبة ليست فقيهة في دين الله في الغالب، والطبيبة آثمة إذا كانت أفتتها بغير علم، وهي آثمة حيث استأثرت الطبيبة عن مسألة شرعية دينية، وأرى أنه يلزمها أن تقضي الأيام التي لم تصلها في ذلك الدم، وأن تتوب إلى الله، وأن لا تسأل عن العلم إلا أهله، فالطبيبة تسأل عن الطب ولا تسأل عن العلم الشرعي، والعالم الشرعي يسأل عن العلم الشرعي ولا يسأل عن علم الطب إذا لم يكن لديه علم. نعم. المرأة التي تتوفى في ساعة النفاس، هل تدفن بملابسها وتغسل وتكفن، وما كفارة من فعل ذلك بزوجته؟ المرأة التي تموت في نفاسها كغيرها، بمعنى أنه يجب أن تغسل وأن تكفن بكفن المشروع لغيرها، وثيابها تبقى تركة لها. ومن فعل ذلك في زوجته سابقا، بمعنى أنه دفنها في ثيابها، فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن صنيعه هذا، وكان الواجب عليه أن يسأل قبل أن يعمل. ونحن نأسف إلى أن كثير من الناس الآن يفعلون الأشياء الخاطئة ثم لا يبحثون عنها إلا بعد الفعل، بعد أن يقع البلاء يأتي ويسأل، هذا ليس من الأمور الحميدة، بل نقول إن اسأل قبل أن تعمل لئلا تتورط وتقع في محذور. أي فائدة للإنسان أنه إذا فعل المحظور جاء يسأل؟ قد يترتب على هذا الفعل أشياء كبيرة من حيث لا يشعر. نعم. تقول فيها: طلعت من 40 ولم يقف معي الخارج عادة في النفاس، لكنه زاد بعد 40 وأصبح بشكل العادة الطبيعي، فقال لي بعض النساء الطاعنات في السن واللاتي يتقدمن علي معرفة بهذه الأمور، قلنا لي إنها أخت النفاس، فهل أصلي أم لا وفقط؟ الدم الذي يكون بسبب الولادة هو دم نفاس، ولا حد لأكثره ولا لأقله، ولهذا متى طهرت المرأة ولو بعد وضع الحمل بيوم أو أيام قليلة فإنها تكون طاهرا، ويجب عليها الصلاة ويصح منها الصوم، ويجوز لزوجها أن يجامعها. وكذلك إذا استمر بها الدم حتى زاد على 40 فإنه يعتبر دم نفاس، ويرى بعض أهل العلم أن ما زاد على 40 ليس دم نفاس، ولكنه إن وافق عادة فهو حيض، وإن لم يوافقها فليس بحيض حتى يتكرر 3 مرات، ثم بعد ذلك يحكم بكونه حيضا، ولكن هذا التفصيل لا أعلم له دليلا. فما دام الدم لم يتغير وهو دم النفاس فإنها تبقى ولو زادت على 40 حتى رطب. نعم، لو استمر بها دم مدة كبيرة فإنها حينئذ تغتسل وتصلي، وإذا جاءتها العادة في أيام الحيض فإنها، أو إذا جاءتها أيام عادة حيضها فإنها تجلس مدة أيام الحيض. لا. نعم. لكن تستمر بدون صلاة حتى ينقطع الدم. حتى ينقطع الدم ما لم يطبق عليها إطلاقا عاما، تعرف أنه لن ينقطع إما باطلاع طبيب على ذلك أو بممارسات وتجربات. تقول فضيلة الشيخ: النفساء هل تقضي رمضان أم عليها فدية؟ فقد سمعت أنها عليها فدية لأنها مرضع مأجورين. النفساء كالحائض تماما تقضي الصوم، لكن إذا طهرت من النفاس وأرادت قضاء الصوم، فإن كان عليها ضرر أو على رضيعها ضرر تنتظر
حتى يزول ذلك الضرر ثم تقضي. وليس كل مرضع يباح لها. تقول فضيلة الشيخ: النفساء هل تقضي رمضان أم عليها فدية؟ فقد سمعت أنها عليها فدية. المرأة النفساء هل تجلس 40 يوما لا تصلي ولا تصوم، أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها؟ فمتى انقطع تطهرت وصلت، وما هي أقل مدة للطهر؟ النفساء ليس لها وقت محدود، بل متى كان الدم موجودا جلست لم تصلي ولم تصم ولم يجامعها زوجها، وإذا رأت الطهر ولو قبل 40 ولو في 10 أيام أو 5 أيام فإنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج عليها في ذلك. والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه، فمتى ما كان موجودا ثبت أحكامه ومتى تطهرت منه. المرأة النفساء هل تجلس 40؟ إذا وقع الرجل امرأته في 40 وهي نفساء، وذلك بعد مضي 35 يوما وبعد اغتسالها لأداء الصلاة، فما الحكم وماذا يجب عليه والحالة هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النفساء لا يجوز لزوجها أن يجامعها، فإذا طهرت في أثناء 40 فإنه يجب عليها أن تصلي وصلاتها صحيحة، ويجوز لزوجها أن يجامعها في هذه الحال، لأن الله تعالى يقول في المحيض: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فما دام الأذى موجودا وهو الدم فإنه لا يجوز الجماع، فإذا طهرت منه جاز الجماع. وكما أنه يجب عليها أن تصلي ولها أن تفعل كل ما يمنع عليها أو كل ما يمتنع عليها في النفاس إذا طهرت في أثناء 40، فكذلك الجماع يجوز لزوجها، إلا أنه ينبغي أن يصبر حتى تتم 40، ولكن لو جامعها قبل ذلك فلا حرج عليه. نعم. لو رأت بعد 40 دما فهل يعتبر دم نفاس؟ إذا رأت بعد 40 دما وبعد أن طهرت، نعم، فإنه يعتبر دم حيض وليس دم نفاس، ودم الحيض معلوم للنساء، فإذا أحست به فهو دم حيض، فإن استمر معها وصار لا ينقطع عنها إلا يسيرا من الدهر فإنها تكون مستحاضة، وحينئذ ترجع إلى عادتها في الحيض فتجلس، وما زاد عن العادة فإنها تغتسل وتصلي. نعم. يقول: هل على المرأة النفساء صلاة، ومتى تبدأ الصلاة؟ وذلك بعد أن سمعت من أحد المشايخ أنه لا يبطل صلاة المرأة إلا الحيض. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النفساء لا يجوز لها أن تصلي، ولا يجب عليها قضاء الصلاة، ولا يصح منها صلاة لو صلي. لا. كالحائض تماما. وما سمعت من بعض المشايخ لا أظنه يقع، ولعلها فهمت خطأ. إنما لو أن المرأة طهرت قبل تمام 40 يوما لوجب عليها أن تغتسل وتصلي، حتى لو طهرت لخمسة أيام أو أقل فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي إذا عرفت الطهر. وكذلك أيضا يجوز لزوجها أن يجامعها ولو قبل تمام 40 ما دامت قد طهرت وتطهرت، وذلك لعدم وجود دليل يمنع من ذلك، ولأنه إذا جازت الصلاة فجواز الوطي من ذلك، إذ أن اجتناب الوطي ليس أعظم من اجتناب الصلاة. وقد ذكر أهل العلم أنه ربما تكون المرأة ليست ذات نفاس، بمعنى أن تلد ولا يظهر منها دم، ولا يظهر منها دم. وكنت أظن أن هذا من الأمور الفرضية، إلا أن هذا أمر واقع، فقد حصل هذا قبل نحو 10 أيام، حيث سئلت عن امرأة ولدت ولم يحصل منها دم، إلا أنها كانت ولادتها في المستشفى، فلا أدري هل إنها سوي لها عملية ولم يحصل منها نزيف، أو أنها ولدت هكذا طبيعة. على كل حال، الولادة التي ليس فيها دم ليس لها نفاس، وتصلي المرأة من حينها. لا. والتي لها دم متى طهرت منه تغتسل وتصلي، سواء قبل 40 أو في 40 أو بعدها بأيام إذا لم يصل الدم إلى حد الاستحاضة. إذن لو انتهى 40 والمرأة لم تطهر فهي لا تصلي، لكن المشهور من المذهب أنه أن ما خرج عن 40 إن وافق عادة الحيض فهو حيض، وإن لم يوافق فهو استحاضة، والصحيح أنه يجلس له سواء وافق عادة الحيض أم لا، لأن بعض النساء قد تزيد على 40، إلا إذا استمر معها وعرفت أنه استحاضة فيكون وتصلي وتصلي وتصلي.
يقول: هل على المرأة النفساء صلاة؟ ومتى تبدأ الصلاة؟ وذلك بعد أن سمعت من أحد تقول بأنها امرأة قبل الولادة بثلاثة أيام خرج منها ماء مع شيء من الألم، فهل هذا نفاس؟ هذا ليس بنفاس، لأن النفاس هو الدم وليس الماء، ولكنه أيضا لا يكون نفاسا إلا إذا كان مصحوبا بالطلق قبل الولادة بيومين أو ثلاثة، وأما إذا كان قبل الولادة بزمن طويل فإنه ليس نفاسا. إذن فالنفاس هو الدم الخارج مع الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق، وأما الماء فليس من النفاس. بارك الله فيكم. إذا كانت المرأة في مدة نفاس فرأت عدم خروج الدم في بعض الأيام، ماذا عليها؟ ليس عليها شيء، لأن الدم دم النفاس ربما ينقطع يوما أو يوما وليلة ويعود، فهي لا تزال في نفاسه. أما لو طهرت منه فإنه يجب عليها. إذا كانت المرأة في مدة نفاس فرأت عدم خروج الدم في بعض الأيام، ماذا عليها؟